اذا بقي طريقه العمل اللي هلا ماشيين فيها انه المس بالاحتياط، يعني دائما السؤال اللي الناس بتساله رح يبقى الدولار ثابت بين العشرين والخمسة وعشرين ألف ولا كمان رح نرجع نطلع نلاقي أرقام أعلى؟ أنا الخبر السيء اللي بدي زفه للمواطنين بأنه مصرف لبنان ما عنده إمكانية لمدى طويل أنه يلجم سعر الصرف ويمنع الكوارث، يعني ممكن يوصل لمحل يقعد يتفرج على الكارثة. فبالتالي ضمانتنا هي بجو سياسي أفضل وجو سياسي توافقي، وإن المؤسسات تمشي مثل ما لازم، ويصير في انتخابات نيابية ويصير في انتخابات رئاسية، ويتم التسليم والتسلم بين النواب السابقين والنواب الجديد وبين رئيس الجمهورية الحالي ورئيس الجمهورية المقبل، وأن يكون للدولة خطة. هيدي بتخلي الناس، يعني بتخلي الناس انه ما تخاف ويصير في هلع على سعر الصرف. بتقول انه نحن رح يبقى هيدا الشيء لو صاروا كل هول، نحن عنا خمس سنين عجاف لنقول انه بلشنا نطلع على نظام اقتصادي ربما مالي. ايه بس ما بلشوا الخمس سنين بعد، يعني بعدنا بالفوضى اللي ممكن ما حدا يتوقع فيها شيء، لا سعر صرف قد بيوصل لا شو بده، ما حدا بيقدر يتوقع. لا بعدين بدي قياده، هل ممكن المس باحتياطي الذهب اليوم؟ لكن الذهب موجود ولا بس يخلصوا مصريات احتياط المال رح يقولوا له لا عندك الذهب؟ هذا بيرجع للرأي العام، هو بيقبل انه اللي هدروا مثلا 100 مليار او 150 مليار دولار بالانفاق، عجز الموازنة المتراكم يمكن فوق ال 100 مليار دولار نتيجة الهدر، ومش كلها سرقة، يعني خلينا نكون واضحة، في سوء إدارة، يلي أساءوا الإدارة هالقد انتم بتعطون الذهب اللي يتصرفوا فيه؟ يعني انا ما بقبل، اذا بترجع لإلي يعني ما لي كلمه، بس انه ينمس باحتياط الذهب الا لما بيكون في اداره مختلفه واشخاص تانيين وعندهم نزاهه وعندهم خطه وعارفين حالهم وين رايحين. اذا اجوا قالوا بدنا نبيع 20% من الذهب بتقولي انه خلينا نساعد بهالمساله، بس اليوم واحد يعني مثل الأمرجي اللي خلص كل المصاري هلأ إجا بده يبيع صيغة المرة. لا يا أخي، إذا عندك مشروع لتسكر ديونك وتبطل تلعب قمار وتشتغل مزبوط يمكن مرتك بتساعدك بهيك، بس مش ترجع تاخدهم تروح تلعب فيهم على طاولة قمار. يعني ما يعني هلأ اليوم مثلا 18 مليار دولار الذهب منهم بالجيبة، لأنه في قسم منهم يمكن 40% موجودين بأمريكا. هولي أمريكا، وهذا شيء منيح، ما بتسلمهم عند الطلب، ما بعرف ليش بتاخد وقتها. يعني في دول تانية طلبت مزبوط أخذت سنين، أخذت سنين، والله يوجه له الخير الدكتور شربي النحاس بمواطنون ومواطنات في دولة، عملوا دراسة عن هالموضوع وحطوا أسامي الدول يلي طلبت ذهبها ما عطونيهم. هلأ الذهب اللي موجود هون اللي هو يمكن بخطر؟ شو في خطر؟ تعتبره بخطر؟ لا. تعرف قد قيمته؟ 60% من المجموع. شو يعني؟ 60% من 18 مليار. بس هذا رقم ثابت؟ ايه ثابت طبعا، يعني هيدا بتعرفوه من ايام لما كنت حضرتك نائب حاكم. ايه بس نحن من لما كانت حضرتي نائب حاكم وقبلها كمان ما صار جرد للذهب. ما هلا عم بسأل إيه؟ مين عامل اخر جرده؟ اخر جرد انا سألت يمكن قبل 1990، نحن جينا 1990، قبل 1990 كان في حرب دكتور. ايه حرب، بس إيه؟ ما حدا قدم على مصر. بس لما بالنين استلمنا على السلم، استلمته بزمن السلم مفروض نعمل جردة؟ لا ما نعمل جردة، يعني لا. من وقتها ما حدا بيعرف شو هو هذا الذهب، موجود ولا مش موجود، بس بفترض بيقال انه بالخزنة، بس انت ما بتعرف. بفترض انا انه صعب سرقة الذهب يعني الموجود هون. اول شيء بده 5 مفاتيح 4 مفاتيح مع كود الحاكم ومدير الخزينة ومفوض الحكومة لمصرف لبنان، كله بده يجي يفتحه، بس انه على السقه هيك، يعني اذا في طريقه مسروق
ما بعتقد، بس انه طب كيف بنعمل جردة؟ كيف فينا نعرف شو هو هذا يعني لبنان شو فعلا قديش وضعه ممكن مثل ما عم تقول انه لحظة بده يوقف على اجري يقول انا عندي بعد شيء موجود قائم محافظ عليه نحن محافظين عليه بقانون مفروض. انا بستغرب البنك المركزي لو شغل كل الامور على الاصول ليش ما عمل جردي بالسنوات السابقه يعني؟ ليه ما عمل جردي؟ ما بعرف، ما يعني ما في سبب. على كل الاحوال ما في قانون بنص بيلزم مصرف لبنان يعمل جردي، ولا في مهل محدده قانونا للجرد. هؤلاء كميه من الذهب موجودين باقبيه البنك المركزي، منهم سبائك ذهبية، منهم عملات ذهبية موجودين، مفروض انه ينشغل عليهم، ينعمل جردي، يعني نجيب ناس خبرة مدققين حسابات عالميين يرجعوا يشوفوهم ويعدون وحدة وحدة. علما انا ما بشك انه مختفي شيء من الذهب. البعض يقول بانه في امكانية لكي يعني يقدر المصرف المركزي انه ينزل بعد سعر الصرف بمزيد من الدعم، عنده هالقدرة بتقول مزيد من الدعم ولا مزيد من ضخ الدولار من يعني. هو ما تدخل. عنده، بس في شغلة الاحتياطي الإلزامي هلأ محدد بحوالي 12 مليار اللي هو نسبة من الودايع. الودايع بالدولار في نسبة منها 15%. هلأ نزلت الودايع السنة الماضية، ناس باعوا دولار بليرة بأسعار بخسة، يعني بهالسنتين الماضيين راح من الودايع ككل شي 20 مليار دولار، قسم منهم من الذهب. هلأ إذا نزلت الودايع بالعملات الأجنبية وبالتالي حكما نزلت قيمة الاحتياط الإلزامي اللي مجبورين يحطوه بمصرف لبنان، فبيقدروا يتصرفوا. بعدين بيقدر مصرف لبنان انه ينزل نسبة الاحتياط الالزامي، هو يقرر شو هي نسبة، هو بيقرر. فاذا مثلا راح مليارين دولار من الودايع ونزلوا الاحتياط الالزامي من 15 ل10 بيطلع لنا مصاري بيطلع لنا يعني دولارات بتدخل فيهم سوق القطع، بس بتكون عم بتمثل